كلام لي عبد الله القحطاني من الأردن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم الخير يا فضيلة الشيخ. حياك الله يا أخي. أنا عندي سؤال لو سمحت، بس قبله رجائك الله يجزيك الخير، لا تلح على الحكومات التي تعرفها أن تجبي الزكاة حتى لا يكون مصيرها كمصير الأوقاف التي استولت عليها الحكومات وتعرف مصيرها، فخلي الناس هم يدفعون زكوات أموالهم، هذا رجاء. لكن على سؤالي بالنسبة لزكاة الموظف، في الموظفون درجات كما تعلمون سيادتكم، موظف يدوبها يعني حصل معيشته، موظف يأخذ أموالا كثيرة طائلة وإلى آخره، فهل الموظفون على أموالهم زكاة وهي زك يعني رواتبهم شهرية كما تعلمون؟ نعم. وجزاكم الله كل خير. نعم شكرا. أنا أود أن أقول الأخ، نعم. أنا معه في فكرة أن فيه بعض الحكومات العلمانية التي لا تطبق الإسلام ولا تعطي لتعاليمه وأحكامه أي قيمة، تحاول أنها تخرج قانون لجمع الزكاة، لا هؤلاء غير مؤتمنين، نعم. على الزكاة. الحكومة التي ترفض تطبيق أحكام الشرع وتأخذ من أحكام الشرع بس أنها تجبي أموال الناس، هذه ليست مؤتمنة على، نعم. الزكاة، وأولى أن الناس تدفع زكاتها بنفسها أفضل من إعطائها لمثل هؤلاء.